بأن الملف ما بات يعرف بقضية التهامي بناني تعرض على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة سيناء بالدار، وأنه كنا مستعدين لمناقشة القضية على أساس أن يتم الحكم اليوم، لكن للأسف شاءت الأقدار أن تقدمت المطالب بحق مدني بملتمس رمي إلى استدعاء بعض الشهود، وأيضا إلى إجراء خبرة على الهواتف، وكذلك تغيير صك المتابعة من قتل العمد إلى اختفاء واختطاف. عرضنا بشدة هذا التأخير، هذا الملتمس، والتمسنا اعتبار القضية جاهزة، إلا أن المحكمة كان لا رأي آخر استنادا إلى ملتمس السيد وكيل العام اللي طلب أجل قصد الاطلاع على هذا الملتمس والوثائق المرفقة إليه، والمحكمة مهلته سعفته إلى جلسة 30/3. بالنسبة للأشخاص الذين أتولوا الدفاع عنهم كيأكدوا وكيجدوا التصريحات المضمنة إليه في محضر الضابطة القضائية، وهذه التصريحات هي التي جاءت متطابقة مع تصريحات شهود مستمع إليه في المحضر ومع تصريحات جميع المصرحين، وأنهم الفعل اللي ارتكبوه هو في حدود أنهم ما بلغوش، في حدود بأنهم كذبوا، في حدود بأنهم ما قدموش الإسعاف للصديق ديالهم والحميم ديالهم اللي كان في وضعية صعبة، وكان من المفروض عليهم بأنهم خصهم يقدموا ليه هذه المساعدة، ولكن بحكم الظروف والسن اللي كانوا فيه وحتى المفاجأة ديال فقدان هذاك الأخ أو الصديق ديالهم، أنهم هي اللي حالت بينهم وبين باش بيقوموا بالفعل وبيتوجبوا عليهم القيام به. المتهمين كينكروا بأن يكونوا كانت عندهم عملية القتل، وأن كل ما هنالك ارتكبوا أخطاء، ارتكبوا أفعال جرمية، استعملوا مخدرات، ما سعفوش صاحبهم، خفاو على الأم ديالو، خفاو على الأهل ديالهم، ما بلغوش على هذه الواقعة، كذبوا على الضابطة القضائية، وهذه الأفعال اللي خصهم يتحاكموا عليها. أما القتل العمد فإن انطلاقا من محضر الضابطة القضائية وانطلاقا من جميع التحريات ما كاينش حتى شي ركن من الاركان التكوينيه ليه في هذا الملف. اذا التهامي بناني مات اوفر دوز، هذا على حسب ما تضمنه محضر الضابطه القضائيه، وايضا ما تضمنته التصريحات ديال المتهمين. وكانت شي ايدي خفيه غتدخل على هذا الملف هذاك، وحنا ماشي مألفين من سنتين وست شهور وحنا باقيين في المحاكمه. هذه ايدي خفيه هي اللي دخلت في هذا الملف على حسب المفهوم ديالها، هي اللي اخرت هذا الملف باقي حتى الان باش يطول هذه المده كامله، لان الملف من 2019 والملف كنظن الوحيد اللي معتقل من 2019 اللي كيدرج الان في الجلسه في القاعه 7. هذا الملف هذا راهو بين ايدي امينه، بين ايدي القضاء، وان الاشخاص معتقلين، وبان الضابطه القضائيه قامت بمجهود جبار في هذا الملف هذا، وبان المتابعه المسطره هي التي كانت تتمناها الام انطلاقا من الشكايه، من عنوان الشكايه ديالها. نخليو القضاء يقوم بالعمل ديالو في واحد بعيدا عن الضجيج وبعيدا عن التاثير ديال وسائل الاعلام.